بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على الوعي الطيب، الوعي المفيد، وابعد عنا كل وهم يا كريم يا حميد. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. يقول ربي تو هنا باش تاخو المقابلة بين بني صهيون، حالتهم الحقيقية وحالاتهم المرضية، وبين حالات الحجارة. هاي خذوا عندكم. ثم قست قلوبكم قالوا سمعنا وعصينا. وقال ربي فأشرب القلوب من العجل، والعجل شنو هو؟ ما يتغير إلا بالنار ولا بالاندثار، بل تفتت حتى يولي شيء ما يرى شيء. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة. وهذا ما نام يوريك ما فضاعة تكوين نفسي بني صهيون وتكوين العصابات، أو أشد قسوة. وأنا من الحجارة، شوف ربي إن وعلك أنواع الحجارة إن وحب استار بثبن وصرعين دائما، أي كان نوم أي لون من الحجارة هم يكونوا أسوأ من وحب من النوع ذاك من الحجارة. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. أنا معروف أنا في الجيولوجيا بعالم المياه، ولما وإن من الحجارة لما يعني توكيد يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما كذلك توكيد يشقق فيخرج منه الماء، ملا ينز مش أنهار. وإن منها لما يهبط من خشية الله، لأن الحجارة وإن كانت لا روح لها ولا انفعال لها ولا وعي لها ولا أسلوب لها ينم عن حياة، فهي من الموات، ومع ذلك تخشى من الله حق الخشية فتهبط من علن معناها ساسافيس الشت بين بني الصهيون. مازال استعلوا، كلما استعلوا كلما أغلبوا الرحمن، وكلما هيا لهم عذاب ما كان في حسبان. ونسأل الله السلامة.